ازيكو، اخباركو ايه، عاملين ايه، وحشتوني. قضيتوا يا ترى عيد الام ازاي؟ وجبتوا لماماتكو ايه؟ ولا انتوا دببة كسولين زيي؟ انا جبت الماما، بس جبت لها حاجات بسيطة يعني، لكن مش مهم بقى الحاجة الكبيرة ايه، الحاجة دي حاجة سر. المهم انا جبت من هناك من اول امبارح الفراولة الحلوة العسولة دي. هو كان امبارح ولا اول امبارح؟ امبارح الصبح. جبت حوالي 3 كيلو، وجيت علشان نشوف هنعمل فيها ايه. في جزء منها قوي جامد يعني لسه، وفي منها جزء صغنن ومستوي شوية، وده اللي هو يا اما هعمله مربى يا اما هعمله عصير. ده الجامد لسه. ده بقى بصوا، الكبير منه هسيبه لوحده، والصغير برضو هكيسه واحطه في الفريزر لأي عصير بعد كده. الكبير ده بقى بيتعمل بيه ايه؟ الكبير ده ممكن نحطه على الفروت سلط، ممكن نحطه على التورتات، ممكن نعمل بيه حاجات كتير. الأصغر منه شوية ده ممكن نعمل منه آيس كريم، عصاير، مش عارفة ايه ممكن تاني تعمل منه، بس اللي انا عارفاه ان انا هطلع المستوي اعمل منه شوية مربى صغيرين، وهبقى اوريكم طريقتها. وحكايس الجزء الباقي الصغير عشان يتعمل عصير في رمضان بإذن الله، كل سنة وانتم طيبين. والكبير منه هحتفظ بيه زي ما هو، او هعمله انصاص، وده هيكون للحلويات، للتورتات، للجاتوهات، للفروت سلات. و الفراولة نازلة السنة دي حلوة وكتير، حاولوا تشيلوا شوية لو عندكم ديب فريزر او كلام من ده، بتنفع في مواقف كتير اوي. انا هخلص الكمية اللي معايا وابقى ارجع لكم ونشوف هنعمل فيها ايه. ولو عايزيني انزل لكم طريقة المربى قولولي في الكومنتات، وهبقى انزل لكم الطريقة بإذن الله لما اعملها. نهاركم فل. دلوقتي انا خلصت تفصيص الفراولة ونضفتها. بصوا دي الكبيرة اللي احنا هنحتفظ بيها للتورتات والحلويات والفروت سلات، كبيرة وجامدة وتستحمل، بس انا حطها في مصفى عشان لازم اجففها قبل ما اشيلها في الفريزر. ودي الصغننة اللي هشيلها العصير، ودي بقى المستوية اللي انا طلعتها علشان اعملها برطمان فراولاية صغنونة كده على قدي. كمية مش كبيرة، بس يعني هتعمل لها مثلا كيلو كيلو الا ربع. هبقى اوريكم طريقتي في فيديو لوحده. دلوقتي هوريكم ازاي هشيل الاكياس دي كلها. دلوقتي الفراوله اللي انا هشيلها هم يدوب يعملوا كيسين بس، كل ما هبقى اجيب هبقى اشيل شويه. انا حطيت عليها سكر وهعصر عليها ليمونه. الليمونه دي هتحافظ عليه اطول وقت ممكن. ثم انا بحب قوي اصلا يعني الحاجه المززه. وده كمان اللي هو هيتشال للحلويات، هسيبه زي ما هو مقفول مش هقطعه ولا حاجه. اوكي، وبرضو هعصر عليه ليمون عشان احافظ عليه. بس مش هحط عليه سكر لان السكر هيدبله شوية، وانا لما احتاج له للحلويات او للتورتات او الفروت سلات هبقى محتاجة له يكون جامد شوية.
هحضر الكيسين شوي. هنا انا عملت كيسين عصير اهو، حطيتهم عندي دبسة دبابيس في المطبخ، شايلهم كده هسيبهم في الفريزر كده عشان ما ياخدوش مساحة كبيرة. وهنا عملت 3 اكياس فراولة كاملة، فرغت منهم الهواء تماما اهو. دول محطوط عليهم ليمون بس، مش محطوط عليهم سكر، دول بس اللي محطوط عليهم سكر. وادي الفراولة بتاعتنا، حطيتها في حلة علشان هبدأ اعملها، هحط بس عليها كوباية سكر وهسيبها شوية ولما تنزل كل المية اللي فيها. وبعدين لما بقى اعملها بإذن الله هبقى اشوف، هبقى انزل لكم الطريقة دي. طريقة حفظي للفراولة، الليمون بيحافظ على ده فترة طويلة، ما تحطوش عليه سكر عشان يفضل متماسك، سواء هتقطعوه على التورتات او هتعملوه فروت سلاد. وده الكيس بيطلع على الخلاط على طول، انا سايباه مبطط عشان لو حبيت اخد نص الكمية بس باجي اطمعه كده واخد النص اللي انا عاوزاه. وعادي هو عليه ليمون، بس ممكن تحطي عليه لبن لو حبيتي، مفيش مشكلة. ممكن تحطي كمان معاه عصير برتقال برضو، مفيش اي مشكلة. انا كده خلصت تفريز كمية الفراولة بتاعتي، ولما اعمل المربى هوريها لكم. وبس كده خلصت ده فيديو النهاردة، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان سعيد عليكم يا رب. باي باي.